كثيرون هم من راهنوا على حراك السويداء، فمنهم من قال أنها تشبه سابقاتها من مظاهرات المدينة، ومنهم من قال لن تستمر ولن تتعدى الاحتجاجات الأسبوع الواحد. لكن المحافظة كسبت الرهان، وكيف لا تكسبه وجارتها مهد الثورة، والمثقلة بجراحها وآلامها ناصرتها في المظاهرات منذ اليوم الأول، ورفعت شعارات التضامن بين السهل والجبل، مؤكدين أن ثورة 18 من آذار مستمرة حتى تحقيق مطالبها. مستمرين من قرابة الشهر ومكملين بالساحات، ثورتنا سلمية مدنية موجودين بالساحات ومش رح نخرج منها لنحقق مطالبنا. عم بيخرجوا كثير بيانات وقرارات، ما في شيء بيمثل الشارع غير نحن الشباب الموجود والأشخاص موجودين بالشارع. قرارنا هو بيخرج من الشارع، نحن اللي بنقرر، نحن حلولنا السياسية واضحة ومطالبنا واضحة، ما في عندنا مطالب غير تطبيق القرار 22-54، رحيل هذا النظام. عدسة موقع 18 من آذار والتي رافقت المتظاهرين منذ اليوم الأول في الاحتجاجات ورصدت ووثقت مطالب المحتجين هناك، والتي بدأت تتعالى تباعا لتصل إلى التأكيد على أن خلاص سوريا يكمن في إنهاء حكم بيت الأسد. 50 سنة من التعامل مع هذا النظام اللي خرب البلد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وبالتالي أصبحنا أفقر دولة في العالم. ممارسات هذا النظام الفاشل هي التي أوصلتنا إلى هذا الحد، فلا بد بعد الآن رحيل هذا النظام. تتواصل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في السويداء لتدخل يومها 30، مع تزايد رقعة الاحتجاجات في المحافظة لتتزايد معها أعداد المتظاهرين، والتي وصلت إلى الآلاف في الجمعة الأخيرة لتعيد لنا مشاهدا كانت حاضرة في بداية الثورة في عام 2011، ولو أن الفوارق كبيرة بين الحقبتين. أسامة المقداد، موقع 18 من آذار.